الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الباب في فضل السنن الرواتب، وثنى بعد ذلك بباب تأكيد ركعتي سنة الصبح، بين ما يكون في هاتين الصلاتين. وقد ذكرنا أن سنة الصبح هي أعظم السنن وآكد السنن الرواتب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها تعاهدا كبيرا، فلا يتركها لا في حضر ولا في سفر. ولذلك أكثر الأحاديث التي جاءت في السنن الرواتب جاءت في سنة الصبح، جاءت في صفتها وما يقرأ فيها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكل هذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين. فقال رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول، يعني عائشة، هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع النداء، إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وكل هذه الأحاديث بروايتها عن عائشة وعن حفصة كلها تدل على صفة هذه الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها تخفيفا كبيرا. ولكن لا يفهم من التخفيف الإخلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما من غير إخلال، وهذا وارد في أكثر من صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويخففها. مثالها صلاة السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في السفر، فقرأ بالتين والزيتون فخففها، ولم أرى صلاة أتم منها، أو كما قال أنس رضي الله عنه. فالمراد أن الإتمام، أن التخفيف مع الإتمام، وليس معنى التخفيف السرعة وعدم الطمأنينة والإخلال، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أنه كان يخففهما بمقابل ما كان يطول في الصلاة غيرها، في صلاة غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها. فهذه أول صفة في أداء هاتين الصلاتين، التخفيف، التخفيف غير المخل. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: حتى أقول، يعني من شدة تخفيف الرسول لها، هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني هل قرأ بالفاتحة أم لم يقرأ بالفاتحة. وهو قطعا قرأ بالفاتحة وقرأ سورة بعدها أو آية بعدها بلا شك، ولكن هذا يعني مجاز عن التخفيف. فإذن إذا رأينا من يطول في ركعتي الفجر فنقول له: خالفت السنة. حتى وإن أراد أن يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود والدعاء، نقول له: خالفت السنة، طول في غيرهم، طول في سنة المسجد، في تحية المسجد، في غيرها من السنن الرواتب. لكن هذه السنة بالذات ورد فيها التخفيف نصا، فالسنة فيها التخفيف. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. وهذا أيضا يفيد أن سنة الفجر قبلية، فكان النبي يصليها قبل صلاة الغداة، يصليها في بيته، وكأن الأذان بأذنيه. وهذا أيضا يدل على أولا على التبكير في أدائها بعد الأذان،
وأيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منها آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، وفي رواية وفي الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وهذا من حرص ابن عمر، كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ وماذا يفعل. قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا بيان ما يقرأ في هاتين الركعتين، وردت فيهما صفتان وهما من السنة، وإذا تعددت الصفات في العبادة فالسنة التنويع، كما ورد مثلا في صفة أو صياغ التشهد في الصلاة، صياغ دعاء الاستفتاح، فالسنة في مثل هذه العبادات التنويع، مثلها ركعتي الفجر، مثلها ركعتا الفجر السنة فيها التنويع. فالسنة وردت بصفتين، الصفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهنا الراوي قال الآية التي في البقرة حتى لا تختلط مع الآية التي في آل عمران. فآية البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. من الآية التي في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا، فتختلف هذه الآية عن هذه الآية وهي من المتشابهات. فمن أراد السنة يقرأ الآية التي في البقرة في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه من السنة التي يغفل عنها اليوم كثير من الناس، يعني كثير من الناس يطبق السنة الثانية قراءة سورة الكافرون وقل والله أحد، والسنة التنويع. فهذه آيتان احفظهما، إذا لم تكن تحفظهما فاحفظهما، آيتان لا تتجاوز الأربع أو الخمس الأسطر، احفظهما وأدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في أدائهما أداء للسنة، والتنويع في السنة يؤدي إلى استحضار القلب. أما إذا لم تنوع في السنن الواردة فتكون في قراءتك كالكمبيوتر، تقرأ وأنت لا تشعر، لكن إذا نوعت فتستحضر وتستشعر. وانظر في الآيات التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين كلها في التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، حتى يبدأ المسلم يومه بتوحيد الله عز وجل، الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما يستفاد من هذه الأحاديث ونختم بها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فيها جواز القراءة من غير سورة كاملة في الصلوات. يعني السنة في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة في الصلوات المفروضات من المفصل، هذا هو الغالب، وقد يقرأ بغير مفصل كما قرأ في المغرب الأعراف قسمها نصفين، لكن السنة في الغالب أن يقرأ سورة كاملة. وقال بعض العلم استدلالا بهذه الآيات أو بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ بآية هنا وآية هنا من سورة هنا ومن سورة هنا دل على الجواز، لأن ما ثبت بالنفل يثبت في الفريضة إلا بدليل يدل على التخصيص. وأيضا يدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم يعني في القراءة في صلاة العشاء قال اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو نحوا منهما. فقوله صلى الله عليه وسلم نحوا منهما يدل على المقاربة في الآيات وفي الطول سواء من السور أو من الآيات، فكل هذا يدل على الجواز، لكن الأفضل القراءة بسورة كاملة
في الركعة الواحدة كما كان هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.